نقول بسم الله نجربها معكم. يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله أبلا، شوف كيف طالع ما شاء الله تبارك الله. نجربها الحين معكم، نقول بسم الله ما شاء الله شوف كيف طالع ليش؟ لازم نضبطها كذا شوي عشان ناخذها احنا مرتاحين. تستاهل، تستاهل كل التعب اللي 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 صار في الطبخه دي. لا والله سهلة. السلام عليكم مبارك، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ عندنا طبخه جميله بسيطه، يعني الحين 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 تقدر تقوم تسوي على طول، بسيطة مرة. خل نبدأ بها. أول خطوة موية حارة بنخليها كذا مدة تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة. طبعا عندي أول شيء الزبدة، نزل الزبدة على طول في التاوة، بعدها على طول بس اخليها تحتر شوي، بعدها نحمس الدجاج على طول. طبعا بعد ما حطيت الدجاج نبدا ننزل الفلفل الاخضر نحركه طبعا كذا على طول، بعدها نبدا ننزل المشروم، نبدا ننزل فوق البهارات حقتنا كلها، فوق برضو الملح وعندي الفلفل الاسود بعد، خلاص كلهم فوق بعض شايفين؟ نبدأ نقلب. طبعا نجي أول شيء نحط عندنا بالصينية اللي هي طبقة البشاميل، شايفين؟ طبقة كاملة بشاميل. بعدها عندنا طبقة كاملة من المكرونة حقتنا، شايفين؟ حاول أغطيها شوي لأنها بتصير الصينية هذه عبارة عن طبقات. بعد الطبقة هذه على طول نحط عندنا طبقة الدجاج، طبعا أحلى شيء التشيز، شايفين؟ تحط طبقة كاملة كذا تشيز، وبعدها طبقة البشاميل، وبعدها نكمل مرة ثانية نغطيها. طبعا بعد كذا نقول بسم الله نغطيها بالبشاميل. طبعا وصفة البشاميل بكتبها لكم، بحطها لكم. لازم تقفلها كاملة بالبشاميل. بعدها تقول بسم الله وتجيب الجبن من فوقها. شوف كيف طالع. خلاص كذا نقدر نقول خلصت طبختنا وجاهزة، بسيطة وسهلة وتكفي كم شخص، شايفين؟ هذه تحطها على سفرتكم وانت مرتاح، لا من طعم ولا من شكل كل شيء.